الوحدات. تبقي له ثلاث مباريات على انتهاء مرحلة الذهاب، مباراة أمام الحسين إربد وأمام الرمثة وأمام العقبة، وهنا الكرة الآن، تسديده ثالث الأهداف من اللاعب الهداف هنا مهند أبو طه بالقدم اليسرى الساحرة، هنا ينجح ويحرز ثالث الأهداف، وهنا جمهور البارد السعيد بعد إحراز ثالث الأهداف، ويا له من هدف من اللاعب الجميل مهند أبو طه. يعني تبديلات التي قام بها رشيد جابر، تغير الشكل الهجومي لنادي الوحدات، بهاء فيصل أحرز ثاني الأهداف، وهنا مهند يحرز ثالث الأهداف.